السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنكمل شرح منهج KG2 كونكت بلس الترم التاني، وكنا بنشرح يونت 6 الوحدة السادسة. Let's play games يعني دعنا نلعب الألعاب، خلينا نلعب الألعاب المختلفة. ونبتدي نشرح page 28 أو صفحة 28 وعنوانها learn sounds with busy bee، اتعلم الأصوات with busy bee. وهنا طبعا ده الجزء بتاع الفونكس أو نطق الحروف، أصوات نطق الحروف. وهنا بيكلمنا عن حرف السي كي، أو وهنا بيكلمنا عن نطق السي كي. السي كي بيتنطقوا كي، لأن السي بتكون بتنطق كي لما بيجي وراها على طول حرف الكي، فالسي كي بتنطق كي 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 كي. فهنا طبعا أول حاجة بتقولنا عليها بيزي بي listen، استمع، and repeat وكرر، هتقول ورايا اللي أنا هقوله. سي كي اللي هو كي كي K. وعلى سبيل المثال مثلا for example duck 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 back 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 back. هنا طبعا يعني ظهر، الظهر بتاع الطفل ده. rocket 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 روكيت يعني صاروخ. نيك 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 يعني رقبة، يعني رقبة. تشيكن 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 يعني دجاج. فاحنا هنا عملنا عملية listening، انتوا سمعتوا انا قلت ايه، وعملت عملية repeat repeat يعني كررت ورايا. طب تاني حاجة بتقول لنا عليها بيزي بي look and circle CK، هتنظر وهتعمل circle أو دايرة حوالين حرفين CK. فطبعا هنعمل هنا circle حوالين ال CK في كلمة duck، وهنعمل هنا circle حوالين ال CK في كلمة back، وهنعمل سيركل حوالين ال سي كي في كلمة rocket، وهنعمل سيركل حوالين ال سي كي في كلمة neck، وهنعمل سيركل حوالين ال سي كي في كلمة chicken. وبكده نكون حلينا الجزء الأولاني من البيج دي. وفي الجزء التاني بيزي بي بتقول لنا listen استمع and complete وأكمل then say وبعد كده قول. فاحنا دلوقتي هنعمل listening اللي انا هقوله، وبعد كده هنعمل complete، وبعد كده هنقول اللي احنا عملنا الكلمة على بعضها، لان في طبعا جزء ناقص. فهنا الدوك دي او البطة دي بتقول ايه؟ بتقول كواك كواك كواك. هو كتب لنا هنا الكيو يو اي ناقص الحرفين اللي ناقصين ايه هما يا اصحابي؟ شاطرين، ال سي كي. فهنكتب هنا سي كي وهنقول كواك كواك كواك. طب هنا الكلمة التانية هنا اسم البطة او الدك، هو هنا كاتب دي يو فناقص ال سي كي، فهنكتب هنا سي كي وهنقول دك دك دك. وطبعا في كلمة black أو أسود، هنا كتب لنا ال b l a المفروض هنا c k، فهنكتب هنا c وهنكتب هنا k وهنقول black 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 يعني اللون الأسود. وآخر حاجة كتكوت أو check، كتكوت يعني check check، وهنا ناقص حرف ال C وحرف ال K، فهنكتب هنا C K
ونقول check 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 يعني كتكوت زي ما قلنا. وبكده انهينا الجزء الاول من درس النهاردة. هنتنقل الجزء الخاص بحل الاسئلة بتاعت الاكتيفيتي بوك الخاص بيونت 6. خليكم معي ونروح للاكتيفيتي بوك يا اصحابي. ويونت 6 let's play games. let's play games او دعونا نلعب الالعاب. وطبعا قبل ما ابدأ في حل الجزء ده وشرحه لازم اشكر اصحابي اللي عرفت عن طريق التعليقات ان هم متابعين معانا اول باول وان هم شاطرين وان بابا وماما مبسوطين منهم كمان. والاسماء هي عبد الله، عبد الرحمن، جودي، سما ايمن، شاطرة يا سما، ياسين عمرو الشاذلي، ريتاج، علي احمد، ياسين احمد، مايا كريم، يوسف زكي، شمس، شاطرة يا شمس، بلال، شاطر يا بلال، جنى عمرو، جودي ياسر، حنين ماهر، مهاب، مازن مختار، عمر الكناني، بلال، صالح، جنى محمد حسين. كلكم شاطرين وكلكم حلوين. ابعتولي في التعليقات وانا هقول اسمكم ان شاء الله اول باول. واتمنى ان انتوا تكونوا شاطرين دايما يا رب ان شاء الله. ونرجع ليونت 6 و let's play games. let's play games او دعونا نلعب الالعاب. وهنا بيكلمنا عن الالعاب المختلفة، مدينا صورة زي ما احنا شايفين والصورة دي فيها الالعاب المختلفة اللي احنا ممكن نلعبها، ومدينا اسماء الالعاب بالارقام بتاعتها في الجنب هنا هوت. وبتقول لنا بيزي بي فايند اوجد اند نمبر، وضع الرقم الصحيح. فايند اند نمبر يعني اوجد اللعبة المناسبة وحط الرقم بتاعها في المكان الصحيح. فهنا الالعاب اللي موجودة في الجنب مكتوب في نمبر 1 باسكتبول، باسكتبول او السلة، كرة السلة. في نمبر 2 فولي بول، الفولي بول او كرة الطائرة. نمبر 3 الفوتبول، الفوتبول او كرة القدم. نمبر 4 جامب روب، جامب روب يعني نط الحبل. نمبر 5 التنس او لعبة التنس زي ما احنا عارفينها. نمبر 6 هايد اند سيك، هايد اند سيك الاستغماية او الغميضة. نمبر 7 هولا هوب، لعبة الهولا هوب يا اصحابي اللي هي بيبقى فيها طوق وبنلف حوالين وسطنا ويقعد يلف لغاية ما يقعد يلف اطول وقت ممكن. دي اسمها لعبة الهولا هوب. فاول حاجة عايزين ناخد الارقام دي ونحطها في الاماكن المناسبة بتاعتها. فتعالوا نشوف نمبر 1 او الباسكت بول بتتلعب فين هنا في البيج دي. فهنلاقيه هو حللنا نمبر 1 وحاطط في السكوير او في المربع الخاص بالبنتين دول وهما بيلعبوا بكرة السلة نمبر 1. طب تعالوا نشوف نمبر 2، نمبر 2 او الفولي بول او كرة الطائرة. الفولي بول فين اللي بيلعبوا الفولي بول في البيج دي يا اصحابي؟ طبعا دي نمبر 2 لانها دي كرة الطائرة بينهم، وكل واحد فيهم عامل ايده على شكل القبضة اللي بيلعبوا بيها لعبة الفولي بول او لعبة كرة الطائرة. فهنكتب هنا نمبر 2. طب نمبر 3 او الفوتبول، الفوتبول او كرة القدم. فين هنا اصحابنا اللي بيلعبوا لعبة كرة القدم؟ شاطرين هم اصحابنا دول بيلعبوا كرة القدم وبينهم كرة القدم او الفوتبول. فهنكتب هنا نمبر 3. طب نمبر 4 الجامب روب، الجامب روب او القفز الحبل. فين هنا اللي بيلعبوا لعبة الجامب روب او القفز بتاع الحبل؟ اصحابنا هنا دي نمبر 4 او هم ماسكين الروب في ايدهم او الحبل في ايدهم وبيعملوا عملية جامبنج للروب. فنكتب هنا نمبر 4. طب فين اللي بيلعبوا التنس او نمبر 5 هنا هو يا اصحابي؟ شاطرين هم واقفين وماسكين في ايديهم الراكتس او المضارب وبيلعبوا لعبة التنس. فنكتب هنا نمبر 5.
طب فين اللي بيلعبوا لعبة الهايد اند سيك؟ الهايد اند سيك او الغميضة او الاستغماية هنا اصحابي شاطرين. هنا صاحبنا مغمي عينيه وبيلعب مع اصحابه الهايد اند سيك او الاستغماية، فهنكتب هنا نمبر 6. واخر حاجة لعبة الهولا هوب، الهولا هوب او لعبة الهولا هوب، فين هنا اللي بيلعبوا لعبة الهولا هوب يا اصحابي؟ شاطرين، اهي صديقتنا حاطه الطوق حوالين وسطها وبتلعب لعبه الهولا هوب، فنكتب هنا نمبر 7. اوكي، نكون حلينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 19 او صفحه 19 في الاكتيفيتي بوك كونكت بلس الترم الثاني، ولسه بنحل مع بعض الاسئله الخاصه بيونت 6. وهنا بيزي بي بتقول لنا read and trace. read يعني اقرأ، and trace وتتبع بقلمك الرصاص. فهنا مدينا اسماء الالعاب المختلفة اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها، وطالب مننا ان احنا نقرأها ونعمل بعد كده tracing او نتتبع الحروف او الدوتس بتاعت الحروف بتاعتها بالقلم الرصاص بتاعنا. فاول حاجة الفوتبول، فوتبول اللي هي كرة القدم. نقول مرة كمان فوتبول، فوتبول يعني كرة القدم، فنعمل هنا عملية تريسنج بالقلم الرصاص بتاعنا ونقول فوتبول. تاني حاجة الهايد اند سيك، هايد اند سيك يعني الاستغماية يعني الغميضة، فنعمل هنا عملية تريس وهنتتبع بقلمنا الرصاص ونقول هايد اند سيك. تالت حاجة الباسكت بول، الباسكت بول او كرة السلة، فنعمل هنا تريس بالقلم الرصاص بتاعنا وهنقول باسكت بول. رابع حاجة التنس، التنس وهنقول تنس وهنكتب هنا تنس بالقلم الرصاص بتاعنا وهنعمل تريس على الدوتس بتاعت كلمة تنس. طب الفولي بول، الفولي بول او كرة الطايرة، فهنعمل هنا عملية تريسنج او تتبع بالبنسل بتاعنا على الدوتس دي وهنقول فولي بول، فولي بول. واخر حاجة الجامب روب، الجامب روب او نط الحبل، هنعمل هنا عملية تريسنج بالقلم الرصاص بتاعنا وهنقول جامب روب، جامب روب او نط الحبل. ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكم معايا. وهنا يا اصحابي بيقول لنا let's play outside. outside يعني في الخارج، يعني برا، يعني في الهواء الطلق، فخلينا نلعب في الخارج. ده عنوان البيج دي، let's play، دعنا نلعب outside بالخارج. وهنا بيزي بي بتقول لنا read and circle. read يعني اقرأ، and circle وضع دائرة حوالين الكلمة الصح، حول الكلمة الصحيحة. فهو حلل لنا هنا اول سؤال ومكتوب فيه this is a goal، this is، ومكتوب هنا goal يعني الشبكة بتاعت المرمى، المكان اللي بنجيب فيه جون المرمى. وهنا جولي، جولي يعني حارس المرمى، فده الجول ولا الجولي؟ طبعا ده الجول. فهنا بيزي بي حطلنا سيركل حوالين كلمة جول علشان ده اسم الصورة، وهي بتورينا هنا ازاي بنحل الاسئلة دي. طب تاني صورة موجود فيها فريق كرة قدم ماسكين كرة القدم بتاعتهم وواقفين بيتصوروا، وبيقول لنا هنا this is a football. a football ايه يا اصحابي؟ team، فريق ولا جول، هدف؟ شاطرين، ده فريق كرة قدم، فهنعمل هنا سيركل حوالين تيم وهنقول this is a football team، this is a football team. طب تالت صورة مكتوب فيها أمير is a، أمير هو، جولي، جولي حارس مرمى، ولا جول، جول يعني هدف؟ طبعا هو واقف هنا جولي أو حارس مرمى بيحاول يمنع الكرة ان هي تخش الجون، فهنا هنقول امير از اجولي، امير از اجولي او حارس مرمى، وهنعمل سيركل حوالين كلمة جولي. طب رابع صورة موجود فيها وي، نحن play، نلعب فوتبول، فوتبول يعني كرة القدم. inside في الداخل ولا outside في الخارج؟ المفروض احنا بنلعب كرة القدم inside جوه البيت ولا outside في الملعب في الهواء الطلق؟ شاطرين، طبعا بنلعبها outside او في الهواء الطلق، فنعمل هنا circle حوالين outside.
وآخر صورة موجود فيها a football game لعبة كرة القدم has ليها two ولا three teams اللي بيلعبوا لعبة كرة القدم في الماتش two اتنين ولا three تلات teams فرق المفروض اللي بيلعبوا ضد بعض فريقين ولا تلاتة أصحابي شاطرين هما two teams لأن هما فريقين بيبقوا بيلعبوا ضد بعض فهنعمل هنا circle حوالين كلمة two أو اتنين وهنقول a football game has two teams a football game has two teams يعني لعبة كرة القدم بها فريقين ونوصل لبيج 21 أو صفحة 21 one reading يعني القراءة لازم نتعلم نحاول نقرأ يا أصحابي واحدة واحدة مع بعض وواحدة واحدة هنلاقي الموضوع هيبقى أسهل بمرور الوقت بس لازم نحاول فهنا بيزي بي بتقول لنا read اقرأ and put وضع true or false صح أو غلط true يعني علامة الصح or أو false علامة الخطأ فهنا بيزي بي بتقول لنا read and put true or false وهنا جاب لنا قطعة صغيرة أو مجموعة سطور صغيرة بيتكلم فيها عن محمد صلاح اللاعب المصري المحبوب وبيقول لنا فيها بعض المعلومات عنه فأول حاجة بيقول لنا هنا This is محمد صلاح ده محمد صلاح He is a famous football player He is هو يكون a famous يعني مشهور football player يعني لاعب كرة قدم يبقى هو لاعب كرة قدم مشهور He is هو on the Egyptian team يعني الفريق المصري والفريق المصري بنسميه المنتخب المصري اللي هو الفريق اللي بيمثل بلدنا والفريق اللي بيمثل بلدنا قدام البلاد التانية بنسميه المنتخب طبعا كلكم عارفين ده يا أصحابي فهو ايه He is on the Egyptian team يعني هو في الفريق المصري أو في المنتخب المصري He can هو يستطيع kick the ball أن يركل الكرة very well جيد جدا He scores يعني هو بيسجل many goals يعني أهداف كتير فنقولها مرة تانية من غير ما نتوقف علشان نترجم This is محمد صلاح He is a famous football player He is on the Egyptian team He can kick the ball very well He scores many goals نحل الأسئلة الخاصة بالباراجراف ده أول حاجة هنا حطت لنا في نمبر 1 أول حاجة في نمبر 1 هنا بيقول لنا محمد صلاح plays football محمد صلاح plays بيلعب فوتبول كرة القدم ده true صح ولا false خطأ شاطرين true فهنعمل هنا علامة صح وهنقول true صح طب في نمبر 2 بيقول لنا محمد صلاح is a goalie حارس مرمى محمد صلاح حارس مرمى is a goalie فده true ولا false طبعا ده false او خطأ هو football player فنعمل هنا false او خطأ طب number 3 بيقول لنا he can't هو لا يستطيع can't يعني لا يستطيع عكس can يستطيع he can't هو لا يستطيع kick the ball أن يركل الكرة كيك يعني يركل يعني يشوط الكرة برجله the ball الكرة He can't kick the ball ده true ولا false يا أصحابي شاطرين ده false فهنعمل هنا عملية خطأ لأن هو He can kick the ball very well هو يقدر يشوط الكرة جيد جدا طب ونمبر 4 أو رقم 4 He plays for Egypt He plays يعني هو بيلعب for Egypt لأجل مصر يعني هو بيلعب من أجل مصر ده صح ولا غلط شاطرين ده صح لأن هو He is on the Egyptian team هو في المنتخب المصري فبالتالي هو بيلعب لمصر أو بيلعب من أجل مصر فهي plays for Egypt يعني هو بيلعب لصالح مصر أو لأجل مصر فنعمل هنا علامة true أو صح وبكده نكون حلينا الجزء ده في آخر سؤال في البيج دي بيزي بي بتقول لنا Who is من يكون your favorite sports person
favorite يعني مفضل، sports person الشخص الرياضي المفضل ليك. مين الشخص الرياضي المفضل ليك؟ فالسؤال ده طبعا ليكوا انتوا، هو هي بتسألكوا هنا who is your favorite sports person، مين الشخصية الرياضية المفضلة ليك. طبعا ده زي ما قلت لكم سؤال خاص بيكوا انتوا. لو انا حد بيسألني السؤال ده هقول له محمد صلاح طبعا وانا مغمض عينيا، لان هو الشخصية الرياضية المفضلة بالنسبة لي. فانتوا شوفوا مين الشخصية المفضلة بالنسبة لكم واكتبها هنا، واكتبوا هنا اسمه، وبالتالي نكون انهينا حل البيج دي وانهينا معاها شرح درس النهاردة. وفي الختام اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة، بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.